مساء الخير يا وطن، مساء الخير من رفح حتى رأس الناقورة، مساء الخير من قدس العروبة وغزة الأبية حتى الخليل، مساء نسيم الجليل العليل، مساء الخير من حيفا وعكا والناصر وبئر السبع إلى نابلس جبل النار، مساء نخيل أريحا وبرتقال يافا، مساء الخير لبيسان والمجدل وإسدود وعسقلان، مساء الخير من أم الرشراش والمزارعة ويالو ولفتة وعين كارم والعباسية وسلمة وبيت نبالة وصفد، مساء الخير إلى بيت نوبة وعمواس والقسطل من طبرية حتى النقب، مساء الخير من اللد والمثلث، مساء الخير من وطن يا وطن، مساء الخير من مهد بيت لحم إلى قلقيليا وطول كرم وجنين لأهلنا في طوباس وسلفيت، مساء الخير لكل مدينة وقرية ومخيم، مساء الخير لشعبنا في الشتات واللجوء، مساء الخير للأسرى والجرحى وذوي الشهداء، مساء الخير للعمال والفلاحين، مساء الخير للطلاب للفقراء، مساء الخير يا وطن، مساء الخير يا أرضا عشقناها مدى الزمن. في هذه الجولة الإخبارية المسائية نتابع معكم آخر التطورات والأحداث الميدانية مع شبكة مراسلين على امتداد الوطن السليم. نقرأ الخبر، نقدمه ونحلله بعين فلسطين. مساء الخير من وطنية وطن، جولة إخبارية مسائية نناقش فيها آخر التطورات الميدانية والسياسية والاقتصادية من شبكة وطن الإعلامية. معكم في الإعداد والتقديم علي طيطي، وفي الإخراج الإذاعي والتلفزيوني عبد الله الخطيب، وفي التنسيق الإذاعي محمد الزاغة. وننتقل إلى عناوين هذه الحلقة. جماهير غفيرة تشيع جثمان الشهيد السعدي في مخيم جنين. والأسير الزبيدي يعاني أوضاعا إنسانية مقلقة في عزل عسقلان. اشتيه يقول إن إسرائيل تحضر لإعلان حرب علينا بقيادة المستوطنين. وطريق نتنياهو إلى الحكومة يتعثر، وحزب بن كفير ينسحب من المفاوضات. ومن العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. أعلنت وزارة الصحة صباح اليوم استشهاد مواطن متأثرا بجروحه برصاص قوات الاحتلال في جنين. وقالت مصادر محلية أن الشاب محمود السعدي استشهد متأثرا بجروح أصيب بها في البطن صباح اليوم خلال مواجهة مع قوات الاحتلال. ووصل السعدي إلى المستشفى أو إلى مستشفى ابن سينا مصابا إصابة حرجة برصاص الاحتلال الحي في البطن قبل أن يعلن عن استشهاده. وأفادت وزارة الصحة بأن إصابة خطيرة بالرصاص الحي في البطن وصلت مستشفى ابن سينا، وتم إدخاله لغرف العناية المكثفة وإصابتان طفيفتان في الكتف والقدم، بينما وصلت مستشفى جنين الحكومي إصابة متوسطة بالرصاص الحي في الصدر وإصابة ثانية طفيفة. فيما انطلق موكب التشييع من مستشفى ابن سينا التخصصي في جنين يتقدمه زملائه من المدرسة الثانوية، إضافة لعشرات المقاومين، وجابت المسيرة شوارع مدينة جنين ومخيمها وسط الهتافات المنددة بالاحتلال وسياساته الإجرامية. فيما أصيب عشرات المواطنين بحالات اختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال وسط مدينة الخليل،
وأطلقت قوات الاحتلال المتمركزة عند مدخل شارع الشهداء وسط الخليل الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز صوب المواطنين، ما أسفر عن إصابة العشرات منهم بحالات اختناق. وقالت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أجبرت أصحاب المحال التجارية في تلك المنطقة على إغلاقها. أصيب عشرات المواطنين وطلبات المدارس بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال بالقرب من مجمع المدارس على المدخل الشمالي لبلدة تقوع شرق بيت لحم. وأفاد رئيس بلدية تقوع موسى الشاعر بإصابة عشرات المواطنين وطلبة المدارس عقب إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع خلال مواجهات اندلعت بالقرب من مجمع المدارس. وأشار إلى أن قوات الاحتلال تتواجد باستمرار في محيط مجمع المدارس وتستفز الطلبة وتعرقل وصولهم للمدارس. وفي سياق متصل، داهمت قوات الاحتلال محلات تجارية ومقاهي قرب مدخلي بلدة يعبد وقرية كفريت جنوب غرب جنين. واقتحمت قوات الاحتلال مدخلي يعبد وكفريت وداهمت عدة محلات واستولت على تسجيلات لكاميرات المراقبة، كما نصبت حاجزا عسكريا جنوب جنين وعرقلت حركة المواطنين. هدمت قوات الاحتلال منزلا في قرية دوما جنوب مدينة نابلس. وقالت مصادر محلية أن قوات الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية اقتحمت بلدة دوما وشرعت بهدم منزل أحد المواطنين. وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية غسان دغلس إن سلطات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية الجنوبية من بلدة دوما وهدمت منزلا مأهولا بالسكان ومكونا من طابقين تعود ملكيته للمواطن محمد حسن صرايعة. وأضاف دغلس أن قوات الاحتلال هدمت بركسا زراعيا يعود للمواطن سليمان دوابشة، إضافة إلى غرفة زراعية تعود للمواطن قاسم مليحات. وفي ذات السياق، أجبرت سلطات الاحتلال مواطنا على هدم جزء من منزله في بلدة السلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك. وكما أجبرت سلطات الاحتلال المواطن سلاح أبو فرحة على هدم 45 مترا مربعا من منزله بحجة البناء دون ترخيص وخسرته نحو 100,000 شيكل. كما منعه الاحتلال من توسيع منزله ورفض طلبه المقدم لرخصة البناء. فيما هدمت قوات الاحتلال منشأة زراعية في قرية النبي إلياس شرق قلقيلية. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وهدمت منشأة زراعية تعود للمواطن عبد الله أبو صالح بحجة البناء دون ترخيص. وإلى موضوع منفصل، فيما وقع فجر اليوم انفجار غامض بمركبة قرب مفرق كفريت بقضاء جنين على شمال أو شمال الضفة الغربية. وأفادت مصادر محلية بوقوع انفجار بمركبة قرب مفرق كفريت دون معرفة الأسباب حتى الآن، موضحة أنه تبع الانفجار انفجارات متتالية من المركبة يرجح أنها أو أنه بداخلها أكواع. وذكرت المصادر أن الانفجار وقع بالتزامن مع تحليق لطائرات الاحتلال المسيرة في أجواء مدينة جنين دون أن يبلغ عن وقوع إصابات. اقتحم
اجتمع عشرات المستوطنين صباح اليوم المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من قبل شرطة الاحتلال. وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن مجموعات متتالية من المستوطنين اقتحمت المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذت جولات استفزازية في باحاته، وأدت طقوسا تلمودية وتحديدا في الجهة الشرقية من المسجد، فيما منعت شرطة الاحتلال اقتراب الحراس والمصلين من مسار الاقتحامات. فيما اعتدت مجموعة من المستوطنين على منازل المواطنين في منطقة الطيبة شرق بلدة ترقوميا غرب مدينة الخليل، وقالت مصادر محلية إن المستوطنين اعتدوا على منازل المواطنين في منطقة الطيبة ورشقوها بالحجارة. يذكر أن قوات الاحتلال هدمت الأسبوع الماضي مسكنين من الصفيح في منطقة الطيبة، فيما ينفذ المستوطنون اعتداءات شبه يومية بحق المواطنين وممتلكاتهم وأشجارهم في تلك المنطقة. وننتقل إلى موضوع الأسرى. فيما استلمت طواقم الهلال الأحمر الأسير المصاب صهيب أبو تركي 18 عاما من مستشفى شعارة سيدك ليتم نقله لمستشفى الأهلي في الخليل. وكانت قوات الاحتلال قد أصدرت يوم أمس قرارا بالإفراج عن أبو تركي، واعتقل أبو تركي في 13 من تشرين الثاني الجاري بعد إطلاق النار عليه بالقرب من منزله في الخليل، وقامت قوات الاحتلال باعتقاله لاحقا من سيارة الإسعاف، وأصيب في ساقه اليمنى وخضع لعملية جراحية في مستشفى شعارة سيدك. فيما قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن الأسير زكريا زبيدي يواجه ظروف عزل قاسية داخل عزلي عسقلان. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع وآخر التطورات بشأن الأسير الزبيدي ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي مباشرة رئيس نادي الأسير قدورة فارس. أهلا ومرحبا بك معنا. أهلا ومرحبا بكم. تحياتي. بالبداية، الأسير زكريا الزبيدي يواجه ظروف عزل قاسية داخل عزل عسقلان، تفاصيل أكثر لو تفضلت. يعني أن يتواجد الأسير الآن قد مضى على عزله وعزل بقية زملائه أكثر من عام، وظروف العزل يعني ليست فقط كما تدعي سلطات الاحتلال للحيلولة بينه وبين أن يتمكن مرة أخرى من تحرير نفسه، وإنما هو إجراء عقابي أولا بعزله عن بقية زملائه. الحياة منفردا لوقت طويل شيء مرهق للأعصاب، مرهق للنفسية، مرهق للمعنويات، إضافة إلى ذلك أن العزل في زنزانة ضيقة لا تتوفر فيها أدنى متطلبات الحياة. الوقت الذي يقضيه في الساحة أو ما نصطلح عليه الفورة هو وقت قصير بالمقارنة مع الوقت الذي يقضيه حين يكون في الأقسام العامة. طبيعة الطعام المقدم، هناك فرق بين أن تعد طعامك مع بقية زملائك وبين أن تعد الطعام لوحدك، ولا يتوفر يعني للفرد في العزل ما يتوفر للجماعة. بالتالي يعني إدارة السجون ومن ورائهم كل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية يعني هيئوا بيئة وظرف قاهر لمن يتواجد في العزل، على أساس أن هذا العزل يستخدم للردع ولي يعني لممارسة العقوبة. هم لم يكتفوا بالسنوات الخمس التي أضافوها على أحكام الأسرى الذين حرروا أنفسهم، وإنما يعني هناك عقوبة أخرى مستمرة ولا نعلم متى ستنتهي. قد مر أكثر من عام ولكن لا يلوح في الأفق نية أو سقف معين لهذا العزل.
نعم، في ذات السياق الأسير عبد الباسط معطان يواجه ظروف صحية صعبة، تفاصيل أكثر عن وضعه الصحي ووضع الأسر المرضى داخل سجون الاحتلال. يعني هو مصاب بمرض سرطان، و يعني كلما بدأ مسيرة علاج في الخارج لا يمكث وقتا قصيرا ثم يعاد اعتقاله إداريا. هو لا تتوفر له داخل المعتقل يعني أدنى مستوى من العناية الطبية اللازمة، لا يلتزم بالإجراءات التي كان قررها الأطباء حين كان حرا طليقا، لا يؤخذ موضوع يعني أما وأنه معتقل اعتقال تعسفي، أي أنه لا توجد هناك أي تهم. يعني الإصرار على إعادة اعتقاله وتمديد اعتقاله الإداري لفترات متلاحقة، يعني كان قد حصل على تخفيض لمدة شهرين في من قبل محكمة التثبيت، ثم استأنف المحامي وظن أنهم أخذوا بعين الاعتبار حالته الصحية، ظن أنه في الاستئناف يمكن أن يحصل على فترة أخرى، لكن استأنفت النيابة أيضا فأعادوا له الشهرين اللذين خفضهما القاضي الأول. بالتالي يعني نشتم من هذه الإجراءات التعسفية بحقه يعني رغبة جامحة بالانتقام، إذ لا يمكن أن يسمى هذا السلوك المتوحش تجاه إنسان مريض يجب أن يهتم فقط في متابعة أمر علاجه، هو الآن منشغل في متابعة أمر قضيته ولا تتوفر له فرصة العلاج. هي عمليا قتل بطيء أو هي شروع في قتل هذا الأخ المريض الذي يعني لم يعتقل إلا إداريا، الأمر الذي يعني أن هذه الاعتقالات فقط هي تعسفية وانتقامية. نعم، آخر التطورات الصحية بشأن الأسير ناصر أبو حميد، هل هناك أي جديد بحالته الصحية؟ يعني للأسف الشديد كل جديد هو أسوأ من يعني حالته تسوء. المؤشر يعني البياني لحالته الصحية أن التدهور متلاحق ومستمر، وكل يوم وضعه أسوأ من اليوم الذي سبقه، بالتالي نحن في غاية القلق على حياته. نعم، نهاية أستاذ قدورة، الأسرى الآن ما هي استعداداتهم لفصل الشتاء وظروفهم المأساوية داخل زنازين سجون الاحتلال؟ هو من الطبيعي الشيء البديهي لمن يستعد للشتاء سواء داخل السجن أو خارج السجن هو أن تتوفر وسائل التدفئة. السجون وتصميمها سجون يعني تعبق رطوبة وبردا، يعني هناك يعني بعض السجون التي تعيش حالة من الاستقرار النسبي، ربما الأزمة فيها أخف وأقل وطأة من السجون المتحركة، يعني سجن عوفر، سجن مجد، وسجن النقب، كذلك مراكز التحقيق والأماكن الاحتجاز التابعة أو الموجودة في معسكرات للجيش في مثل في حوارة وفي عطشون. هذه مراكز يعني الحياة تكاد لا تطاق فيها، لا يوجد أدنى متطلبات الشتاء، فبالتالي فترة معاناة شديدة وقاسية ولا تيسر إدارة السجون. يعني تتضرع دائما بأن يعني حين تمنع إدخال الملابس الشتوية الدافئة أو الأغطية بأنها يعني تخشى من تهريب استخدامها لتهريب أي شيء ممنوع للسجن، ولكن هي أيضا لا توفر البديل، وإن وفرت البديل أسعار باهظة جدا وجودة متدنية جدا. نعم، شكرا لك رئيس نادي الأسير قدورة فارس على كل ما هذه المعلومات والتفاصيل. ونبقى في موضوع الأسرى، وقال نادي الأسير إن أجهزة الاحتلال بما فيها مخابراته وإدارة المعتقلات أو المعتقلات تنفذ جريمة بحق المعتقل الإداري عبد الباسط معطان 43 عاما من بلدة برقة شرق رام الله، والذي يعاني من الإصابة بالسرطان في القولون ويواجه تفاقما مستمرا بوضعه الصحي.
دعا رئيس الوزراء محمد الشتيه العالم إلى رفض الاستيطان والقتل والدمار وتدفيع إسرائيل ثمن سياساتها العدوانية الممنهجة بحق الشعب الفلسطيني. وأضاف رئيس الوزراء في كلمته بمستهل جلسة الحكومة اليوم في مدينة رام الله: إذا كانت مفاوضات تشكيل الحكومة في إسرائيل مبنية على من يبني مستوطنات أكثر، ومن يريد أن يسهل إطلاق النار علينا أكثر، ومن يريد أن يصادر أرضنا أكثر، فإنها بذلك تحضر لإعلان حرب علينا يقودها غلاة المستعمرين. وأمام هذا المشهد الذي يضم أحزابا تريد أن تشعل فتيل القتال أو القتل والدمار، مطلوب من العالم الآن أن يقول بصوت عالي أنه يرفض هذه السياسة، وأنه جاهز لتدفيع إسرائيل ثمن هذه السياسة العدوانية الممنهجة بحق الشعب الفلسطيني. فيما يبدو طريق رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو لتشكيل حكومة جديدة في دولة الاحتلال متعثراً بعد خلافات مع أحزاب في اليمين حول توزيع الحقائب الوزارية. وكشفت صحيفة يدعوت أحرنوت العبرية أن حزب القوة اليهودية الذي يقوده إيتمار بن كفير انسحب من المفاوضات مع نتنياهو لتشكيل الحكومة بعد تراجع الأخير عن وعده بمنح الحزب والوزارة تطوير الجليل والنقاب المسؤول عن الاستيطان الصهيوني في المناطق. وذكرت الصحيفة أن ممثلي حزب القوة اليهودية أكدوا أنهم لن يقبلوا بأقل من الوزارة المذكورة لأنهم وعدوا بانتخابهم من أجل ذلك. وقالت يدعوت أحرنوت وأشارت إلى أن التشاؤم يسود معسكر اليمين الصهيوني بعد أن أصبحت احتمالية فشل نتنياهو في تشكيل الحكومة واقعية. وإلى موضوع منفصل، ومع تزايد انتشار الكلاب الضالة في الآونة الأخيرة التي تؤذي الكبار والصغار، ولحماية الكلاب من القتل أنشأت بلدية رام الله مركز تعقيم الكلاب الضالة بطرق رحيمة وعلمية. ولتعريف المواطنين بأهمية المركز في حماية المواطنين وحماية الكلاب من القتل، نفذت بلدية رام الله جولة ميدانية لوسائل الإعلام لتعريف المواطنين بآلية عمل المركز وتشجيعهم على تبني الكلاب الضالة بعد علاجها بطريقة آمنة. نشاهد هذا الفيديو من إعداد شبكة وطن الإعلامية. مع انتشار الكلاب الضالة في الأونة الأخيرة والتي قد تتسبب بالأذى لمختلف أفراد المجتمع ولحماية الكلاب من القتل أيضا، أنشأت بلدية رام الله مركزا لتعقيم الكلاب الضالة بطرق رحمة وعلمية. من خلال هذه الجولة الميدانية التي نظمتها بلدية رام الله، تم توضيح آلية عمل المركز ضمن برنامج الصيد والتعقيم والخص والإطلاق، وقد بدأ المركز عمله منذ حوالي شهرين ونصف. اليوم عم نقدر نعقم 40 كلب بالشهر، وهذا إجراء عملته بلدية رام الله بالتعاون مع مؤسسات الحكم المحلي ومؤسسات المجتمع المدني. والفكرة أنه نقدر نتوصل للتعامل الإنساني مع هذا الحيوان اللي هو عايش معانا من آلاف السنين، وقدر هذا الحيوان الكلب الكنعاني الفلسطيني البلدي اللي بنسميه أو الفرنجي، إنه هذا الكلب قدر يواكب كل تحديات الطبيعة. والفكرة هنا تثقيف المجتمع، وهذا المركز هو بداية لتثقيف المجتمع، تثقيف الجميع. هذا المشروع من أهم المشاريع اللي نفذتها بلدية رام الله لعام 2022، اللي هو أيضا بيشكل بلبي حاجة أساسية لمواطنين
2 مدينة رام الله للتعامل مع ظاهرة يعني لنا عشرات السنين بنعاني فيها، في مش فقط طبعا في مدينة رام الله، على مستوى الوطن. خلال السنوات السابقة كان يتم التعامل بشكل بالطرق التقليدية اللي قد تكون غير رحيمة وغير فعالة في علاج هذه الظاهرة، لكن هذا المشروع أنا بقدر أكد أنه بتماشى مع المعايير العالمية. في مكان هادئ بطرف المدينة يعمل المركز على تعقيم الكلاب من خلال طبيب بيطري يقوم بعملية التعقيم والتطعيم ثم وضع ختم خاص يحمل رقما تسلسليا، ثم يتم إطلاق الكلب بطريقة آمنة للمواطنين. الأهمية لا تقدر، الأهمية الأولى أنه هذا هو المشروع الأول في فلسطين، وبالتالي قد يكون حافز لبلديات ومؤسسات أخرى تخدم على هذا المشروع. الشغلة الثانية هو هذا مشروع مطلب جماهيري، مطلب رأي عام لحل مشكلة الكلاب الضالة بطريقة إنسانية بعيدا عن القتل والتسميم والإيذاء، وبالتالي هذا مشروع بيحافظ على حياة الحيوان وبنفس الوقت بيحافظ على توازن البيئي، بحيث أن الناس ما تشكو من كثرة عددها، لأنه إحنا هيك بنحد من عدد تكاثرها. الشغلة الثالثة والمهمة أنه أي حيوان بيتم مسكه وعمل العملية له بيتم تحصينه ضد مرض السعار الداء الكلب، وهذا بالتالي فرصة عظيمة أنه نحصن الكلاب الشوارع من هذا المرض. لم تتوقف جهود البلدية عند إنشاء المركز، إنما تنفذ برنامجا توعويا لأطفال المدارس لتشجيعهم على تبني الكلاب وتعريفهم بطرق العناية بها من خلال برنامج زيارات خاص للأهالي والأطفال للمركز والتعامل المباشر مع الحيوانات وتشجيع المجتمع المحلي على التطوع ومساعدة الحيوانات. وبالعودة إليكم من جديد وننتقل إلى الخبر الرياضي. ألحق المنتخب الإنجليزي هزيمة ساحقة بنظيره الإيراني 6-2 في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين في مستهل مشوارهما ضمن نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر، وحصد منتخب إنجلترا بذلك نقاط المباراة 3 وتصدر ترتيب المجموعة الثانية بانتظار نتيجة المواجهة الثانية التي ستجمع في وقت لاحق من مساء اليوم منتخبي الولايات المتحدة وويلز على استاد أحمد بن علي المونديالي بمدينة الريان. ودوليا لقي 44 شخصا على الأقل مصرعهم في زلزال ضرب جزيرة جاوة الأندونيسية صباح اليوم حسب ما قال مسؤول محلي لوكالة فرانس بريس. وكانت وكالة الأرصاد الجوية قد أفادت في وقت سابق بأن شدة الزلزال بلغت 5.6 درجات وبأنه ضرب جزيرة جاوة بأكملها. إلى أسعار صرف العملات، الدولار يصرف ب3.47 أغورة، أما الدينار الأردني يصرف ب4.89 أغورة، واليورو يصرف ب3.59 أغورة. نهاية إلى الحالة الجوية، هذه الليلة يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وباردا خاصة في المناطق الجبلية، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلات السرعة. أما يوم غد الثلاثاء يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتكون الفرصة مهيئة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق. إلى هنا نكون وإياكم وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج مساء الخير يا وطن، كنت معكم في الإعداد والتقديم علي الطيطي، دمتم بخير وإلى اللقاء.
مساء الخير يا وطن، مساء الخير من رفح حتى رأس الناقورة، مساء الخير من قدس العروبة وغزة الأبية حتى الخليل، مساء نسيم الجليل العليل، مساء الخير من حيفا وعكا والناصر وبئر السبع إلى نابلس جبل النار، مساء نخيل أريحا وبرتقال يافا، مساء الخير لبيسان والمجدل وإسدود وعسقلان، مساء الخير من أم الرشراش والمزرعة ويالو ولفتة وعين كارم والعباسية وسلمة وبيت نبالة وصفد، مساء الخير إلى بيت نوبة وعمواس والقسطل من طبرية حتى النقب، مساء الخير من اللد والمثلث، مساء الخير من وطن يا وطن، مساء الخير من مهد بيت لحم إلى قلقيليا وطول كرم وجنين لأهلنا في طوباس وسلفيت، مساء الخير لكل مدينة وقرية ومخيم، مساء الخير لشعبنا في الشتات واللجوء، مساء الخير للأسرى والجرحى وذوي الشهداء، مساء الخير للعمال والفلاحين، مساء الخير للطلاب للفقراء، مساء الخير يا وطن، مساء الخير يا أرضا عشقناها مدى الزمن. في هذه الجولة الإخبارية المسائية نتابع معكم آخر التطورات والأحداث الميدانية مع شبكة مراسلين على امتداد الوطن السليم. نقرأ الخبر نقدمه ونحلله بعين فلسطين.